اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم محمد ابو سوريا. كلنا عارفين كم المعاناه اللي بتحصل لما بنحتاج اننا نتعامل مع التواريخ في الجافا سكريبت، سواء عايزين نظهر التاريخ بفورمات او شكل معين، او عايزين نجيب التاريخ بنظام 12 او 24 ساعه، او مجرد انك عايز تجيب التاريخ الهجري بتاع النهارده، او حاجه بسيطه جدا زي انك تخلي التاريخ او الوقت يبقى 2 ديجيت نمبر، بمعنى ان الساعه لو دلوقتي واحده فتبقى زهره 01 بدل ما تبقى 1. كل دي حاجات كنا بنعمل لها فانكشنز مخصوصه عشان ننفذها، او بنستخدم تولز للتواريخ زي moment.js او date-fns عشان نريح دماغنا، وده للاسف مش افضل حل، لان ده معناه ان البندل سايز او حجم الاب هيزيد، وبالتالي اللودنج تايم كمان. فانا جايب لك في الفيديو ده 2 ميثودز موجودين في الجافا سكريبت هيحلوا لك اغلب مشاكلك مع التواريخ ويخلوا الدنيا اسهل بدون استخدام اي لايبرز ان شاء الله. التو ميثودز دول هما تو لوكال ديت سترينج وتو لوكال تايم سترينج. زي ما انتم شايفين كده، كل اللي محتاج تعمله انك تعمل انستانس من الدي، وبعد كده تقدر تستعمل الميثودز دي عشان تعمل فورمات للتاريخ او الوقت بتاعك زي ما انت عايز. وزي ما انتم شايفين كده، في اوبشنز كتير للميثودز دي زي نظام الساعه 12 او 24، وزي موضوع التو ديجيت برضو اللي اتكلمنا عليها من شويه، واسماء الشهور اللي ممكن تظهرها باكتر من طريقه، سواء اسم طويل او مختصر او حتى مجرد رقم. وطبعا ما ننساش اهم حاجه في الليله دي كلها، وهي اللوكال اللي تقدر التفاصيل الميثود دي، وعن طريقه تقدر تستخدم الكالندر او النتيجه اللي انت عايزها. فلو بصيت على المثال اللي قدامك هتلاقي اننا لما استخدمنا en-us اللي هو الكالندر بتاعت امريكا، فجاب لها التاريخ الميلادي بالانجليزي، ولما استعملنا fr جاب لها التاريخ الميلادي بالفرنسي، لان هما بيستعملوا التاريخ الميلادي. وزي ما انت توقعت دلوقتي بالظبط، تقدر فعلا تطلب منه التاريخ الهجري بنفس الطريقه، عن طريق انك تبصيله ar-sa، وده هيرجع لك التاريخ الهجري بتاع النهارده باللغه العربيه كمان، وده ببساطه لانه رجع لها النتيجه او التقويم المعتمد في السعوديه اللي هو التقويم الهجري. كده احنا بصينا بشكل سريع على التو ميثودز دول ومميزاتهم. ايه اخبار بقى الكومباتيبلتي بتاعتهم، او بمعنى اخر مدى دعم المتصفحات للميثودز دي؟ وعشان نجاوب على السؤال ده خلونا نفتح موقع canius.com ونبص سوا. زي ما انتم شايفين، التو ميثودز دول مدعومين في 98% من المتصفحه بما فيهم الاي اي، ودي بصراحه كانت مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لي، لان الناس اللي اوريدي في المجال عارفه يعني ايه اي اي، ومدى المعاناه اللي بيسببها لنا لما بنفكر بس نستعمل حاجه جديده. وبكده يكون الفيديو خلص. فانا هسيب لكم لينك المقال في وصف الفيديو للناس اللي عايزه تقرا وتعرف تفاصيل اكتر عن الميثودز دي، ولو حابب تشوف فيديوهات اكتر من النوعيه دي يا ريت تعرفني تحت في التعليقات، وطبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لو عجبك. سلام.